بالبيض. شنو معاناتكم هنا؟ اخوي معاناتنا وطني ماكو. ها تكرمين اهل وساخ منطقتنا هنا، بس يجون ينظفوها لان هنا جامع قريب وساخ ومرض، ويعني على اولادنا يم جامع الزيواني. شلون قضيها بالكهرباء هنا؟ بلا عوض هذا على المولدات الامبير مالهم 13000 بس النهاري ليلي ونهاري. الماي والله يجي وينقطع كل يومين ثلاث ايام، يجي ينقطع ويجي ينقطع ويجي زي ما صافي الماي. مواد غذائيه مركز صحي؟ لا يجون هنا مساعدات تجي بس مركز صحي ماكو. مدارس بعيده، مدارس بالعقيدات. هنا عندنا هنا مدرسه شمعون الصفا ما كملوا كامله، بس كادر تدريسي ينراد. ما هو كادر كامله كامله كلها كامله بس كادر ماكو. ايه شغل الصبو ما صبو يعني ما يروح لحتى ذاك المصرف. شنو معاناتكم هنا؟ والله الماي والكهرباء، يعني الماي والكهرباء بس. شنو وضعكم ويا الكهرباء؟ والله الكهرباء ماكو، وطني ماكو هسه حاليا. وهاي على المولدات يعني. ليش لم تبيع؟ نبيع 13000 النهاري، الليل والنهاري 19000. 19000 نعم. كم ساعة شغل؟ من 9 الصبح لل 12 هذا النهاري. ولا لي لسه الصبح. الناس ما سحب اصلا يعني ما عندهم يعني ما عندهم كانوا طبعا ما يسحب. الناس هنا كلها فطره. طبعا تعبانين هنا من الداخل. والمي شلون؟ المي والله كل يومين ثلاث ايام يجي له مره. ساعتين ثلاث ساعات، مرات اربع ساعات ونقطع، مرات ثلاث ايام اربع ايام. ولدا شغله الكهرباء يعني رجعنا الوطني هنا عن طريق المولدات، يعني كل مناطق وصلت ساعتها بس باب البيض ما وصل الوطني. عن طريق المولدات. والله هي المي والكهرباء والخدمات اكثر شيء يعني. ونطالب الناس ترجع يعني ترجع على المناطق يعني. الحمد لله. والله يجون كل يومين ثلاث ايام، هاي بالنسبه للاوصاف. بس بالنسبه للانقاض لا باقي يعني على وضعه. قال بيض. شنو وضعكم هنا؟ والله مو زين. والله لا كهرب لا ماي. وبيوتنا بواقعه، منظمه حد لا مطلعت لحد حد ما استلمت منظمه، كلش ما استلمت منه ماني. منظمه كلش ما استلمت منه، دائما بس منظمه كل شيء ماكو. واجي طايق فيلم، واجي طايق قاع ذاك هو. شوفوا ليش ما استلمتوا لحد الان؟ بس تبع اسم منظم هاني في شيء ماكو. كم قضية بلا ماي وكهرب برمضان؟ والله هاي قضية هاي الشوف انت. الوطني ماكو هاي الشوف انت. هالوضعية هاي الشوف انت. ليش نبير مولده؟ والله ما اعرف 13 نبير 13. شنو مطالباتكم الحكومة؟ نحن شنو مطالباتكم الحكومة؟ يطلع حكومه اذا مرقوتنا اريد بس سكته على قولتنا سكته على قولتنا سكته نظام ماكو. نحن منطقه باب البيض، فنحن نطالب من المسؤولين يجيبونا وطني منطقه باب البيض، ونحن اول الناس رجعنا على مناطق قديمه منطقه باب البيض، فجاء الوطني خزرج، وهاي منطقه باب البيض ما حد جاب فيها، ما حد جاب فيها وطني، ونعاني من الوطني. اولادنا نحن الباق وايد دبيب ما دبيب كله عيطلع هسه على الحر. والامبير والامبير 13000 ونحن اهل المولد هم معي خلونا خسور. فنشكر من الاجهزه الامنيه والشرطه المحليه هنا الف خاف الله عليهم الله يجزيهم خير. فعندنا هنا الوسخ هاي اشخاص صاله ما تنظفت هاي المكان. اشخاص صاله هذه كلها وسخ هنا، هاي كلها جراثيم. هسه هذا الوطني من الحر حيطلع عندنا الحيايا والفار والباق، ذبحنا ذبح والله والله ذبحنا ذبح. فنطالب ناشد من المسؤولين بان يوفرونا هذا الجبن الوطني وهذه الخدمات وهذه التنظيفات هنا بمناطقنا. والماي عندنا كل ثلاث ايام مرات طول اسبوع عما جانا، هسه ساعتين زمان ويقطع عندنا ماي، الماي بمنطقه باب البيض. واشكر قناه الموصليه.